نتابع الحقيقة هذه الجولة التي يقوم بها السيد خليفة حفتر للأماكن المتضررة في درنة من هذا الفيضان وأيضا انهيار السدين. صور طب الصف كلهم كل اللي شافوا في هذا المقام هذا حكم عليه خليفة حفتر، وهو طبعا هذا موكبه وهو يتفقد الأماكن المتضررة في درنة. طبعا نشير إلى ما قام به الجيش الليبي الحقيقة في المناطق الشرق الليبي التي تضررت، وخصوصا درنة وسوسة وغيرها من الأماكن، بأنه هو كان الجهة التي تنسق في المساعدات وتستقبل وتحمي وتراقب كل ما حدث في الفترة الماضية، وهو الذي يقود عمليات الميدانية فيما يحدث من إغاثة وتعامل أيضا مع النجيم. ان شاء الله هي مساكن نفس الطريقه مؤقتا لغايه ما تم بناء المنيه خلال عام واحد، لابد يكون يا بديل يا 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 اعاده صيانه العمليه هذه كلها باذن الله. تمام نحن تعليمات القياده ما بين الشباب هذول ما يحضروا توجيهات تعليمات القياده بالكامله. انا الرعوا في ظروف الناس الرعوا كذا لا الناس البرانيه يحطون فوق روسكم، لان هذول هم اللي جايين تعبين برا كم مضاف الى مجهود كم انتم ما بالضبط مجهود كم انتم، هذا شيء طبيعي جاتكم وغيره، لكن ايضا كم معنى كبير جدا كل من شارك في العمليه راهو مكانه محفوظ مكان ثاني كلهم مسجلوهم وقدموا كلهم ترقيات بالهمه. احنا طبعا شكلنا لجنه ازمه منها مستقبل بالتغذيه ومنها يستقبل ضيوف ومنها قسمنا قسمناها بالتقسيم كل واحد عارف المهام تاعه. هذا شيء جميل ازاز بذات اخوات مسلح سيدي راه والله ازاز عظيم داخلي اضافه نحن حتى اللي جونا ضيوف لابد ان يكرموا اكيد قبل ما يسافروا ان شاء الله كلهم ما يحاولوش واحد يبلط وخلاص كل انت جيتوا وبعد تم عملكم استنوا بقيت لغايه نكملوا لما كملوا لابد أن نكرموا جميعا ويتوكلوا على الله وعدوا ممنونين. أمس فتحنا دارنا الغربية لدارنا الشرقية الجسور اللي من هدف بعد الحفار غادي عرفت أنت أيوة. جسر اللي لهدف حتى الموصلين يعطونا جسر، فللأمانة اللي هو جمال والأبطال اللي معاه وشركات الخدمات سيدي تحولنا الجسر هذا سيدي، فقبل بدل ما تضرب ثلاث ساعات وقعدت في خمس دقائق فتش على دارنا ونمشوا للجهه الاخرى سياده المشير اللي فيها الدمار حتشوفها. اهم شيء هم بالنسبه لي كل من دخل في هذا المكان وادى واجبه كله لابد ان يكرر. طبعا المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في جولته التفقديه لرصد حالة الدمار والخراب الذي أصاب درنة وأيضا المناطق المحيطة بها والمدن والبلدات المحيطة بها سوسة وغيرها.